أماني بالك قد إيه بتعملي ترجمة لغة الإشارة؟ مش معنى يعني خدتي الموضوع ده يعني اتجهتي هذا الاتجاه. هي البداية أنا والدي ووالدتي صم، فأنا انت بالنسبة طبعا لي مجال ما كنتش الإشارة متوقعه ان هو السؤال هيكون ليكي، ده بس حقيقي. لا بس يعني ما حبيت برضو اعرف، لان دي حاجه جميله جدا، فبالتاكيد لازم يعني ناخد فكره عنك برضو. علشان أنا من أسرة صماء، فبالنسبة لي لغة الإشارة كانت لغة أساسية عندي، فهو ده اللي خلاكي تتجهي طبعا فاتجهت بقى للاتجاه ده. ليها لان مفيش اتاحه ليهم مترجمين اشاره، فكنت في كل مكان بروح معاهم هنا هنا هنا، فحسيت نفسي ان انا من واجبي ان انا ابقى مترجمه اشاره عشان اقدر اساعد كل صم في اي مكان. طيب نرجع بقى ليومنا تاني. طبعا طيب يومنا عايز اعرف في جدار الكافيه وصل ازاي ان هو يصدر بقى اصدار خلاص بقى في الاسواق وبقى في معرض الكتاب. قدمتيه لمين؟ مين ساعدك؟ مين واقف معاكي في هذا المشروع؟ هي قعدت تبحث كتير وتشوف مين يقدر يساعدها، ففي البداية هي بعد ما خلصت الكتابة نقلته على اللابتوب عندها، وبعدين بدأت تعمله على 3 أجزاء، عملت اسمها والسن والقصص بتاعتها، وبعد كده بعدت تبعت ايميلات، وفي كذا حد تواصل معاها ان هي تنشر الكتاب. الغلاف الحقيقة بتاع الكتاب شدني جدا، الاختيار بتاعه جاي ازاي؟ بالظبط. ده لانها هي في قصص عاملاها حقيقيه وقصص خياليه، فهي اكتر مكان مثلا تقعد تكتب فيه في الكافيه او بتفكر، فحست ان هو شكل الغلاف ده هيبقى احسن حاجه ليه. اللي هو بنت بظهرها، فاحنا شايفين انت من تخيل خلال بقى، خلفيات عديدة العديد من الحكايات، احنا شايفين طبعا الغلاف على الهواء. او طب هل الكتاب فعلا تضمن بعض القصص اللي انت قابلتيها من خلال قعدتك وانت بتكتبي في الكافيهات؟ في حد لفت نظرك في قصة معينة شفتيها ونقلتها لنا؟ هي في قصص حياة كتيرة شافتها في الشغل وفي المدرسة، وكان في الجامعة كتير، وحكاية الأصحاب معاها في الجروب وفي الحياة عموما، فهي أخدت بقى منهم أفكار وكتبتها. طيب نرجع بقى لأطياف عرش قلبة وكتاب أو رواية مختلفة، رواية نقدر نقول إن هي بحث أخدت منك 12 وتيجي 12 سنة بحث، مش كده؟ مظبوط مظبوط، والحمد لله قدرت. يعني يمكن اللي خلاني اختار الاسم وانا مهتمه قوي بموضوع اطياف ده، الناس تقول لي طيب اختصريها خليها قلبه يا جماعه، والله اطياف عرش قلبه لسبب بسيط، لان ايوه. القصه بتروى على لسان الاطياف. زي ما قلنا الاطياف نفسهم هم اللي هما بيحكوا بيرووا القصه القصه دي. من منظرهم، علشان الموضوع يبقى يعني حيادي، ما يبقاش فيه راوي، ما يبقاش فيه حاجه تاثر على القارئ بشكل لا شعوري. فالحمد لله قدرنا نشارك السنه دي في معرض الكتاب، وده انا سعيده بيه جدا، ويعني حاجة مختلفة بالنسبة لي.